اهلا بحضراتكم من جديد. وفي البدايه برحب بالدكتور ايهاب امين، رئيس الاتحاد المصري للجمباز ورئيس الاتحاد الافريقي. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك والساده المشاهدين جميعا. منورنا ومنور بيتك دايما قناه النادي الاهلي. طبعا سعداء طبعا. ده انا اللي سعيد والله يا فندم. ده انا سعيد. خليك يا دكتور. وطبعا اكيد كنا بنتكلم عند الهوا، وكنت حضرتك طبعا يعني اول ما دخلت الاستوديو ذكرت طبعا معالي الوزير. انا يعني حابب في اول اللقاء يعني ان انا انقل تعازي وخلص تعازيه للنادي الاهلي والجمهور النادي الاهلي وللرياضه المصريه طبعا في وفاه المغفور له باذن الله ان شاء الله معالي الوزير العمري فاروق. كان اخ وصديق ودايما كان في علاقات تربطنا بيه، ربنا يرحمه ان شاء الله. كان دائما الحضور في جامعات العموميه في الاتحاد مش كده؟ طبعا كان دائما طبعا. كان دائما بينسق معاك على طول على طول يعني الحقيقه. يعني الكلام اللي بنسمعه انه كان دايما ورا كل العاب النادي الاهلي، يمكن الجمباز لعبه طبعا. هقول لحضرتك يعني الله يرحمه، عمري ما كلمته وما ردش يعني في اي وقت رحمه. فكان على طول متابع، حتى ايام لما كان في الوزاره كنت انا بره الاتحاد وكنت بساله على حاجات كتير وبياخد رايي في حاجات كتير. ولما بقى في النادي الاهلي كان في بيننا ومن بعض تواصل على طول فيما يخص الجمباز، او حتى ايام تجديدات اتصالة الجمباز كان هو وكابتن محمود الخطيب يعني. فيعني لا الله يرحمه. احنا بنشكر حضرتك طبعا على مشاعرك الطيبه دي حبيبي. ونتمنى طبعا لمعالي الوزير الغفران ان شاء الله والاهلي طبعا الصبر والسلوان. طب دكتور خلينا نروح للجمباز المصري. اتفضل يا فندم. ويعني هنبتدي بالحدث الاخير وهو كاس العالم او اولى سلسله كؤوس العالم هذا العام. عايز اعرف تفاصيل استضافتنا ليها، ازاي حظينا بهذا الشرف وليه الاتحاد الدولي اختارنا احنا اول محطه من محطات كؤوس العالم؟ طبعا سلسله كاس العالم بتبقى لمده 4 سنوات، ويمكن دي اخر بطوله في السايكل اللي احنا فيها. والدوله اللي بتستضيفها واللي بيتم اختيارها من خلال المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي، طبعا بيبقى دول كتير على مستوى العالم بتقدم. الاتحاد الدولي بيختار 4 دول وهم اللي بيعملوا ال4 بطولات خلال ال4 سنوات. كل سنه بيبقى ليها نوع من انواع التصنيف. اخر سنه السنه دي اللي هي بتخش الرانك كاس العالم، الفرق بينه وبين بطوله العالم عشان برضو الناس تبقى فاهمه. بطوله العالم بتلعب فيها فردي عام على مجموع الاجهزه، اللاعب بيلعب على مجموع الأجهزة. وبطوله الفرق، ودي اللي بيتاهل منها الفردي العام والفرق. كاسات العالم بيتاهل منها اخصائي الجهاز او الناس اللي سبيشالست على الاجهزه، لاعب بيلعب جهاز واحد بالظبط كده. فدي بتبقى اصعب طبعا يعني اصعب على الاجهزه ناحيه فنيه عاليه، لان في ناس من السبيشالست ما بيروحوش بطولات العالم. صح. يعني احنا نفسنا واحنا في بطوله العالم الاخيره اللي كانت في بلجيكا ما كانش معانا علي زهران. ليه؟ لانه لاعب جهاز واحد مش عارف يلعب بستة اجهزه، مش هيلعب بالظبط، مش هيفيد الفريق بالزبط. انما في بطوله زي دي لازم هو اللي يلعب. فطبعا بطوله الفردي الاجهزه بتبقى بطوله صعبه جدا. كل دوله ممكن تلاقي دوله كل لاعب جاي من دوله ممكن يلعب جهاز او 2 ماكسيمم. فبتبقى المنافسه فيها صعبه جدا جدا. يعني السنه دي يمكن شفنا حضور رهيب يعني غير متوقع، مع العلم يعني ان اللاعبين ممكن يلعبوا في الاربع في اي حاجه من البطولات الثانيه. انما النهارده الحمد لله مصر حضر 71 دوله ما شاء الله، كل جهاز عليه من 75 ل 90 لاعب ولاعيبه. ده رقم كبير جدا ما حصلش. قدرتوا تنظموا الحدث ده؟ يعني مش تنظيم بس ان انا استقبل واسكن، لا 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 لا، الملعب نفسه والطلوع على 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 الجهاز. يعني كلمني على التفاصيل دي يا دكتور. التفاصيل، الجمباز لعبه صعبه جدا كرياضه وفيها تفاصيل كتير جدا، وكل لاعب تخيل حضرتك كل لاعب جاي يلعب على جهاز، يعني كل بعثه جايه مشتركه في عدد اجهزه مختلفه عن بعض. فيها فني رجال 6 اجهزه وفيها فني بنات 4 اجهزه. فانت بتتكلم في 10 منافسات مختلفه بترتيبها بتنظيمها، ولازم في ترتيبها وتنظيمها تراعي الفروقات ما بين الاجهزه وبعض علشان ما حدش يجي يبقى عنده زي مثلا لعب على الارض وفي نفس الوقت تلاقيه طالع على جهاز تاني. الموضوع ده بيتعمل له قرعه وتجهيزات كبيره جدا. الحقيقه احنا المجموعه اللي معانا في الاتحاد النهارده مجموعه قويه جدا. الاتحاد المصري للجمباز النهارده مجلس اداره، لجانه، الناس اللي بتشتغل في تنظيم واداره البطولات سواء محليه او دوليه بقى عندهم خبرات قويه جدا. ويعني مش هخشى ان انا اقول لحضرتك ان كل واحد فيهم النهارده يقدر يستطيع ان هو جامده جدا. ما كانش عندي الثقه دي يمكن من 4 سنين واحنا قاعدين مع بعض. النهارده النجاح عمره ما بيطلع من فرد او من فرد لوحده، النجاح نجاح مجموعه. طب خلينا نخش في تفاصيل اكتر. حضرتك لما مسكت الاتحاد اشتغلت على الاستراكشر بتاع الاتحاد، اشتغلت ما كانش معانا حاجه خالص. ايوه، ما انا عايز بقى اعرف حضرتك عملت لجان
واسست يعني كلمني لما تيجي النهارده. الحقيقه احنا يوم ما استلمنا الاتحاد في 2017 كان الاتحاد لا يمتلك حتى الاجهزه والادوات اللي ابدا بيها النشاط المحلي. طب قول لي اشتغلت على المحاور عملت ايه؟ كان اول كان في الفتره دي دكتور اشرف مساعد وزير في 2015 لحد 2017، وهو اللي اوجد لنا اول صاله اللي هي صاله نادي المقاولين، وبدانا ناخد الاجهزه القديمه اللي في المركز الاولمبي بقى وهو بيتجدد. نعم. خدناها وعملنا لها صيانه، وكانت دي اول محطه نبدا نحط رجلينا عليها. انت بتتكلم في حاجات قديمه هتتكهن وهتترمى، قعدنا تصنيعها وصيانتها بالظبط، وبدانا نشتغل. تمام. اول ما دي بقت ملك الاتحاد، بقت ملك، لا ما يعني هي حطيناها في نادي المقاولين، بقت طبعا ملك الاتحاد. وحطيناها في نادي المقاولين وبقينا وعملنا عقد بيننا وبين نادي المقاولين ان احنا هو يشتغل على الاجهزه لتدريباته، واحنا ناخد 30 يوم فري في السنه. ممتاز. نعمل عليهم بطولات. وين عقد بالظبط. تمام. وبالفعل تم تنفيذ العقد ده، ويمكن العقد ده شغال لحد السنه. يعني دي فكره خارج الصندوق اهي يا دكتور. بالظبط. يعني دي كانت اول فكره. معكش فلوس وعايز تعمل حاجه خاصه بيك خالص، فاعمل ايه؟ خرجت بره الصندوق. بالظبط. حلو جدا. دي اول حاجه. تاني جه بعد كده دكتور اشرف مسك وزاره الشباب والرياضه، وكان قبليه برضو المهندس خالد عبد العزيز، وكنا مقدمين ده 2018 صح؟ بالظبط. في اول 2017 ويعني ولحد ما دكتور اشرف جه. الحقيقه انا كنا اشتغلنا في الموضوع ده مع دكتور خالد وما لحقناش ناخد موافقات. بالظبط كده. بعد كده جاء دكتور اشرف، ادينا منها الملف، لان لازم يبقى معاك موافقه حكوميه. صحيح. قبل ما تقدم الملف للاتحاد الدولي لازم يبقى معاك موافقه الدوله. طبعا دي ما فيهاش هزار، عشان الناس بس بتتعامل معاك هيئه مستقله، ولكن فين الضمان الحكومي؟ هيئه مستقله كفنيات. صح. وكاداره لعبه. انما في الاول وفي الاخر انت جوه دوله وجوه منظومه. بالزبط. الحكومه لازم تضمنك. طبعا. ولو الحكومه ما ضمنتش مش هتاخد حاجه. ما ده بقى بص يا دكتور، ده الاختلاف وده اللي كنا بنقوله. بالزبط. الدوله المصريه الممثل ليها هي الوزاره. بالزبط. انا اسف يعني بالزبط. مش اللجنه الاولمبيه. لا حضرتك الوزاره هي اللي ليها الادوات اللي تقدر تدير. حضرتك انا رئيس اتحاد النهارده ورئيس اتحاد افريقيا وعضو مكتب تنفيذ الاتحاد الدولي. بمثل مين؟ بمثل الدوله، بمثل البلد، بمثل الحكومه، بمثل الوزاره. يعني في الاخر يعني ده حاجه ما ينفعش نيجي نتكلم فيها ونقول فيها. ما في الاخر ده الدوله المصريه تحت القانون المصري. طبعا. ما حاولش اخد الهيئه وانفصل بيها. مين اللي بيدعمني النهارده؟ الدوله. طبعا. مين اللي بيديني دعم للبطولات؟ الدوله. حاجه يقول لحضرتك اديني دعم ومالكش دعوه انا هصرفه في ايه؟ طبعا الكلام ده تهريج. لازم اراقبك كمان. طب بلاش يا فندم، انا خدت الفلوس ومش هتتدخل معايا فنيا. طب انا ما حققتش نتائجي. لو الدوله النهارده ما بتحاسبنيش يبقى احنا بنهزر. يعني الموضوع ده ما ينفعش. الله ينور عليك. عندك من الشفافيه والقدره ان انت تقول الكلام ده. لو ما فيش شفافيه يبقى النتيجه صفر. بس الكلام ده ما عجبش ناس كتير. براحته. يعني الكلام ده كانوا عايزين. انا بكلم حضرتك بامانه. طبعا. في الرياضه بقى لي 30 سنه 35 سنه، فاللي حضرتك بتقوله ده انا شايفه. ده ما عجبش ناس كتير، والحقيقه كان يعني انا بقى الحاجه دي بتاعتي وملكي. انا في يوم من الايام ما عجبنيش الكلام ده. استقلت من اللجنه الاولمبيه المصريه. طبعا. قدمت استقالتي من اللجنه الاولمبيه وانسحبت. لسبب بس عشان ما نتكلمش في اسباب كتير. ما كنتش مقتنع ان احنا بنعمل حاجه، فانسحبت بهدوء شديد جدا وبشياكه. استقلت اهي ومشيت. في سنه كام بالظبط ده؟ قبل الانتخابات بتاعه الدوره دي بحوالي 8 شهور. انا على فكره انا دخلت يعني ساعه لما طلب مني ان انا اتقدم في اللجنه الاولمبيه كانت انتخابات تكميليه وفضل سنتين. قعدت سنه وشهرين وانسحبت. حسيت ان الدنيا مش لا مش احسن حاجه. مش هقدر ادي. مش هقدر ادي. الجو اللي موجود وطريقه الاداره اللي موجوده كل واحد له ما له عليه ما عليه، انما انا ماليش دور. ومش هقدر ادي الرساله. لا ماليش دور يا فندم. خالص. يعني اللجنه خالص محدش ليه دور خالص. فانسحبت وحتى اعضاء اللجنه الاولمبيه كلهم ما كانش ليهم دور. طب وبدا ناس من بره بقى ليها هي الدور. طب من وجهه نظر حضرتك، يعني حضرتك دلوقتي قامه كبيره ورئيس اتحاد افريقي وعضو ومكتب تنفيذي اتحاد دولي، وان شاء الله في يوم من الايام نشوفك في اللجنه الاولمبيه الدوليه، يعني شايف ايه دور اللجنه الاولمبيه المصريه؟ ايه الدور الاساسي للجنه الاولمبيه المصريه؟ دور اللجنه الاولمبيه الاساسي هي تنظيم حركه الرياضه جوه الدوله، وان هي اللي بتعمل الكونتاكت بينها وبين الاتحاد او اللجنه الاولمبيه الدوليه في تنظيم الروابط او الميثاق الاولمبي. الميثاق الاولمبي اللي الناس كلها بتتكلم عليه هو ما يضمن حريه اللعيبه، الاهتمام بيها، عدم وجود عنصريه، عدم وجود اضطهاد، عدم وجود
ما معنى تدخل؟ التدخل علشان ما يبقاش فيه اضطهاد للاعب، ما يبقاش فيه اضطهاد عرقي، ما يبقاش فيه اضطهاد ديني. هو ده الميثاق الاولمبي موجود على الانترنت. تدخل القانون المصري مش تدخل يا فندم، ما فيش حاجه، ما فيش يعني كلام. لما انا انفذ القانون المصري في حاجه طبعا ما في. وعلى فكره وواضحه جدا في الميثاق الاولمبي وفي جميع لوائح الاتحادات الدوليه، وانا راجل في الاتحاد الدولي وبقول لحضرتك حاجه انا فاهمها، وفي جميع اللوائح والقوانين في العالم، في حاله وجود اي مشاكل ماليه او مشاكل اداريه للدوله الحق التدخل طبعاً. وساعتها لا الاتحاد الدولي ولا اللجنه الاولمبيه بيتدخلوا الا لما يحصل حكم نهائي، خلاص انتهى الموضوع. طيب خلينا نرجع للجمباز. حضرتك بدات وبدات الاول قرار خدته ان انا املك الايكويبمنت بتاعتي. دي كانت البدايه، ان احنا اتفقنا مع وزير الشباب والرياضه وادانا الابروفل مقابل ان هو هيجيب لنا الاجهزه. ممتاز. الحقيقه كانت الفكره دي فكره ذات شقين. الشق الاولاني ان انا هيبقى عندي الاجهزه اللي هعمل بيها كاس العالم، وفي نفس الوقت هستفيد بهذه الاجهزه ان انا ابدا اشتغل عليها في النشاط المحلي، او لو هعمل عليها بطولات دوليه. فكان وجود الاجهزه، واحنا والقعده دي كنت حاضرها انا ودكتور اشرف، وشرحت الموضوع كاملا واقتنع بالفكره، ووعدته يومها وقلت له ان شاء الله بعد ما حضرتك تدعمني في هذا الموضوع، الوزاره هي اللي دفعت الاجهزه دي كامله ان شاء الله، وكانت قايمها ب 16 مليون جنيه. جت الاجهزه في 2018، اجهزه جديده نوفي، وجت الاجهزه وبدانا عليها هذا الموضوع. وعلى فكره انا قلت له يومها الاجهزه دي حضرتك هتجيبها، وان شاء الله بعد كده سنتين ثلاثه هبدا انا اجيب اجهزه للاتحاد، او اجيب اجهزه ونوزعها. فهو قال لي مش مشكله، في ناس كتير بتقول كده، بس انت يعني ايه ابدا اشتغل بس وريني. وعلى فكره والكلام اللي انا قلته ده اتنفذ. احنا عاملين 3 بروتوكول مع وزاره الشباب والرياضه، الوزاره بتقدم اجهزه الصالات، والاتحاد بيفرش الاجهزه. فور منين؟ من عقود السبونسرز اللي عملناها مع الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي حضرتك عارف ان انا رئيس الاتحاد الافريقي طبعا. وانا عندي عقد سبونسرشيب مع شركه اسمها تايشان في الصين، والشركه دي العقد اللي بيني وبينها انها بتوفر جميع الاجهزه والادوات اللازمه لاقامه البطولات الدوليه، او بمعنى صح القاريه. والاجهزه بتبقى 2 سيت كامل، واحد للبطوله واحد للاحماء، والدوله المستضيفه لهذا الايفنت بتاخدها بعد البطوله. ممتاز جدا. فانت حضرتك كان عندك شقين، تعمل العقد ده وتجيب لي بطولات مصر، وعملت الاثنين. وعلى فكره مش مصر بس، انا عامل كده في كل دول افريقيا. وحضرتك المخرج للعقد ده بالظبط. ما شاء الله. وعملت كده في مصر، عملت كده في دول تم انشاء اتحاداتها من سنه. يعني تخيل حضرتك مثلا كده دول افريقيا، يعني موريشيس مثلا ما كانش عندها اتحاد جمباز، عملنا اتحاد جمباز هناك، وعملنا ونفذنا العقد معاهم في الجمباز الايقاعي، ورحنا السنه اللي فاتت عملنا بطوله هناك، وفرشنا الصاله والاجهزه بقت عندهم. الله، ده مثال. يعني بس مش الخير عام على مصر، ده عام على كل كمان. على كل المغرب النهارده عندها بطوله هيتنفذ معاها العقد. الست تعمل كام؟ حضرتك بتقول تو سيتس، الست تعمل كام؟ الفني مثلا ممكن يعمل حوالي النهارده يعني لا كتير. يعني يعدي ال 250 الف يورو او 300. ده للفني. للايقاعي للايقاعي والترامبولين للايقاعي والترامبولين لا يعني اقل كتير، يعني حوالي 100 لكل فرع. الست الواحده تعمل لها مثلا 400,000 دولار. لا التو سيتس على بعض يعملوا حوالي 300 400. احنا بنتكلم النهارده ده للفني رجال وانسات. الترامبولين والايقاعي الموضوع داخل حوالي مثلا 100,000 دولار. ما بقولك 400 توتال 400. لا رقم كبير في توتال الموضوع. بنتكلم النهارده في حوالي 12 مليون جنيه بسعر طبعا الرسمي. بس خليني اقول لحضرتك انه انت النهارده فرشت كام صاله بقى؟ احنا جددنا صاله نادي القاهره السنه اللي فاتت كامله، وده كان يعتبر نادي القاهره من الانديه التاريخيه في لعبه الجمباز ومعقل الجمباز على مر لا الصاله كانت فاضيه. ما كانش قديم. انا رحت الصاله دي كانت يعني خرسانه على الارض وما عندهمش اي حاجه. ورحت انا وزير الشباب والرياضه وافتتحنا الصاله وفرشناها كامل بعد بطوله بعد ما استضفنا بطوله افريقيا عندنا هنا في مصر. بعديها بشهرين رحنا فعلا وفرشنا الصاله
افتتاح بطوله كاس العالم اللي فات، وصاله نادي النادي شيراتون على فكره كمان نفس الكلام اتعمل فيها، صاله النادي بتاعت شيراتون، شيراتون نادي عمل برضو الصاله اتجهزت، اتجهزت كامله. طب الثلاث صالات ايه اللي اتجهزوا؟ لا صالتين دلوقتي اتجهزوا، وفي الملعب باركور ان شاء الله الفتره الجايه لسه عاملين بروتوكول مع الوزاره هيتجهز بعد يعني في خلال شهرين يعني. طب الوزير معالي الوزير قال لك ايه بقى ساعتها لما انت الحاجات دي حصلت وبتاع؟ بص دكتور انا محظوظ بوجود دكتور اشرف الحقيقه، انا محظوظ فعلا لان الراجل احنا ما بنتناقش كتير. انا مقابلتي مع دكتور اشرف، انا امبارح كنت مع في الوزاره، المقابله بيني وبينه بالظبط لم تتعدى ال 10 دقائق، وكل مقابلاتنا 10 دقائق ربع ساعه مش اكتر من كده. بعرض بيوقف بخش واحد اثنين ثلاثه، اوكي ده لا ده اجله شويه ده اوكي خلاص خلاص يعني 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 التنسيق عالي جدا جدا. لا دكتور اشرف حافظ واحد واحد في الجمباز، الله عارفهم واحد واحد. طب إيه من اول رئيس الاتحاد الدولي. طب ايه قصه انه جاله او في تذكار هديه تذكاريه جات له؟ انا استغربت بقى لما يجي لي حاجه من الجمباز او من ناحيه الجمباز يجي لي حاجه ليها علاقه بالجمباز. رئيس الاتحاد الدولي بس خلينا نقول ان الدكتور اشرف صبحي جاله هديه لاعب كاراتيه طبعا، فجاله طقم كاراتيه هديه. هقول احكي لي بقى لحضرتك القصه ببساطه. موريناري وتنابي هو رئيس الاتحاد الدولي، والدوره اللي فاتت كان رئيس الاتحاد الدولي للجمباز واللجنه الاولمبيه الدوليه اوكلت له رئاسه اتحاد الملاكمه. نعم صح. فهو رجل بالظبط، فهو رجل مش وزنه كبير في مجال الرياضه العالميه. نعم. وهو مرشح من احد الاثنين المرشحين الاقوياء جدا لان هو يمسك رئاسه اللجنه الاولمبيه في 2025. خلفا لتوماس باخ. خلفا لتوماس باخ. نعم. والمنافسه بينه وبين سامارانش جونيور او الابن. ايوه. والمؤشرات يمكن ماشيه بينهم 50-50 ولو اني طبعا هبقى واقف قلبا وقالبا مع رئيس الاتحاد الدولي بتاعي. طبعا. الراجل ده ليه دور كبير قوي في الرياضه العالميه، متداخل بشكل قوي جدا، بيعرف يفرز الناس بشكل كبير. جاء مصر هنا اكتر من 5 أو 6 مرات خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا، قابل اللجنه الاولمبيه وقابل المسؤولين في الاتحادات، قابل ناس كتير جدا، وقابل ناس ممثلين من عندنا هنا في اللجان الاولمبيه، وقعد معاهم وحضر مؤتمرات في الجامعه الامريكيه، حضر حاجات كتير. ممتاز. كل الزيارات دي كان بيقابل دكتور اشرف، وفي كل زياره كان بيسمع مني ان انا بقول الدوله هتعمل لنا كذا دكتور، وبيجي الزياره اللي وراها يلاقي الكلام اتنفذ. فهو معجب جدا جدا بدكتور اشرف صبحي، وكان ليه بعض التحفظات في حاجات معينه مثلا عندنا، وقال واشتكى لدكتور اشرف قال له على فكره انتوا عندكم الحته دي فيها مشكله. وسبحان الله المره دي قلنا له على فكره المشكله اتحلت. بدا يحس ان الدوله بتستجيب فهو مقتنع جدا، ومن اكتر الحاجات اللي عاجباه مشروع نادي النادي. نادي طبعا، لان هو لف يعني. انا اخذت يمكن رحنا نادي الصيد، نادي الجزيره، لفينا كذا نادي. طب ايه اللي شافه يميز الدكتور اشرف صبحي؟ يعني ايه شايفه اكتف؟ اكتف الراجل ده يعني بيتحرك كل ثانيه، فهو بيحب الناس الاكتف، ما يحبش الناس اللي يعني لو المقابله سريعه ده افضل. افضل ما تقعدش تتكلم ساعه ونص وما لا مش مخرج. مش بتاع الكلام. لا تعالى هرتب لي اللي انت عايز ايه انا هدعمك. لا كلام وتنفيذ، وشايف قدامه بقى اللي يخصه الجمباز. الجمباز بيجري بسرعات فظيعه ما شاء الله. فيعني الحمد لله. وهو راجل مش محتاج ان انا اضحك عليه، مش هقول له انا اللي عامل الكلام ده لوحدي. راجل لعيب كويس بس هو شايف بالظبط، شايف جمباز وشايف الدوله. فالراجل في اخر زياره لي طبعا عرف الهيستوري كامل بتاع دكتور اشرف، فقال له انت عامل كتير قوي للجمباز وعامل كتير للرياضه، وانا وهو قالها بس دكتور اشرف فعلا يعني ايه نسى في الموضوع. انا ما نسيتش الكلمه دي. قال له انا هجيب لحضرتك بدله كاراتيه من اليابان. الحقيقه لما جه المره دي لقيناه جايب صندوق كبير جدا جدا قد الترابيزه دي، وكنا محتاسين من اول ما وصل المطار ايه الصندوق ده. صندوق كبير ومتقفل وحاجه فظيعه. قعدنا لحد ولا انا مستني دكتور اشرف. طبعا هو كان المفروض يجي من يوم الافتتاح، حصل له ظرف في ان هو عنده اجتماع مع رئاسه الوزراء في اليابان. فاخر الوصول بتاعه. لما جاء يوم ما وصل كان دكتور اشرف خارج القاهره في التزامات مع الوزاره، فلقيته فتح بقى، جاء وفتح. فدكتور اشرف قال لي طب انا هبعت مندوب يستلم بعد دكتور اشرف البجيرني. اتفتحت العلبة وكلنا بقى بنكتشف العلبة فيها ايه. لقينا العلبة فيها صندوق خشب قمة في الشياكة طبعا، يابان بإزاز يابان. حاجة يعني حاجة ساموراي، حاجة رائعة. وأنا شفت بدلة كاراتيه
انا راجل رياضي وشفت ما تشوفولنا الصور دي موجوده الصور موجودة على السوشيال ميديا حضرتك نزلتها حاجه تحفه فنيه ومعموله باتقان عالي جدا ومكتوب عليها هنا على جنب البدله اشرف صبحي ما شاء الله. وعلى الحزام كاتب وزير الشباب والرياضه تقديرا لوزير الشباب والرياضه والناحيه الثانيه موريناري وتنابي كل ده بالياباني انا شفت الكلام ده بس ده تقدير ده في الاول والاخر هو 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 تقدير للدوله المصريه طبعا طبعا النهارده الدكتور اشرف صبحي لا يمثل نفسه لا يمثل الدوله المصريه في مجال الرياضه فده الحقيقه هتسعدني جدا انا على فكرة سعيد جدا بس على فكره كلام. هو لف وشاف العاصمه الاداريه الجديده شاف العاصمه الاداريه يعني اول كلمه قالها لي عارف ايه يا فندم قال لي ايه انتوا جايبين الفلوس دي كلها منين قال لي اللي انا شايفه ده مستحيل لا بجد والله بجد ودكتور اشرف هاته معانا على التليفون دلوقتي لا مصدق حضرتك قلت له انا ماليش يعني ما عنديش اجابه للكلام ده بس انا زيك كده شايف ان البلد بيحصل فيها طفره غير طبيعيه وحاجه بس حاجه شرف لينا شاف حضرتك العاصمه كامله الكلام ده من 8 شهور بالظبط كان هنا في مصر شاف المشهد ده كله الراجل ما كانش مصدق احنا لو نقدر برضو نتواصل مع معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي ونحاول برضو يعني في الحوار ده هتبقى حاجه حلوه جدا لان الحقيقه دكتور اشرف بقى لغى مواعيده كان عنده ميعاد مع وزاره الثقافه قال لي انا لغيت كل حاجه انا لازم اقابله النهارده وجينا فعلا عملت عزومه عشاء طبعا مش رسميه انما بشكل ودي بقول لك حاجه دكتور وتعشينا مع بعض كلنا انت بتعمل اكبر خدمه او انتوا بتعملوا اكبر خدمه لمصر انا اقول لك بقى كواحد رياضي يعني في المجال النهارده الراجل ده ممكن في يوم من الايام هي دي الصوره أيوة. ده كان على فكره دكتور اشرف معانا فيديو كول فيديو كول عشان كده انا ماسك التليفون ودي يمكن اسم دكتور اشرف اللي بالاسود واللي بالاصفر ده الطويل عشان هو الراجل شرح لي يعني الطويل ده معالي وزير الشباب والرياضه واللي والصغيره الثانيه دي دكتور وده الكارت بتاع الاتحاد الدولي وماضي عليه موريناري وتنابي بس الصوره هنا كمان طبعا حضرتك شايف الخشب والازاز ومحطوطه هي تحفه فنيه طبعا هو الهدف منه هي تذكار يا حضرتك بص هو واقف احنا يعني هي حجمها بالنسبه لايدينا قد ايه كبيره كبيره وهو هي متر وشويه من غيري حتى لسه فت ولسه يعني جسمه ما شاء الله يعني ما تخيرش عنك برضه يا دكتور بس انا عايز اقول حاجه النهارده انت بتعمل خدمه كبيره جدا للرياضه المصريه هذه الشخصيه الرياضيه الكبيره في الوسط الرياضي العالمي ممكن في لحظه من اللحظات يبقى رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه فالنهارده لما يبقى بيتكلم كده عن مصر عندما يتولى ولما تبقى علاقته بينا بهذا الشكل وعلى فكرة عارف واحد واحد في مصر مين بيشتغل ومين ما بيشتغلش عارف مين أكتر دخل جه البلد أكتر من مرة يا فندم جاو قابل اللجنة الأولمبية كلها أنت بتفرش أرض دلوقتي جاو قابل اللجنة الأولمبية كلها وجاو قابل معظم رؤساء الاتحادات ومعظم وعندنا ناس هنا كتير في مصر تعرفوا لا احنا عارفينه طبعا الاستاذه ايه ميداني عضو مجلس النواب لانها عضو في لجنه اللاعبين في اللجنه الاولمبيه الدوليه تعرفوا كويس يعني هو يعرف ناس كتير في مصر وانت النهارده بتعمل كده يا دكتور انت النهارده بتعمل خدمه جليله لمصر ليه في يوم من الايام احنا دورنا احنا سفر لمصر رئيس الاتحاد ده يعني لو هتسالني رايي الموضوع مش موضوع يعني ما ينفعش يبقى انتخابات بس لان في الاول وفي الاخر انا بمثل البلد لو انا مش واجهه مشرفه للبلد مش المفروض ان انا ابقى في المكان ده صح انا بقولها لك على نفسي انا اول واحد بجد حضرتك احنا بنشوف حاجات بتبقى صعبه ساعات يعني مش عندنا ناس في مصر بس بتلاقي دول تانية جايبه رئيس اتحاد بيعمل تصرفات لا تليق في محافل مثلا دوليه او في اجتماعات او في الاخر مين اللي بيبقى شكله وحش بلده مش هو ما هو ممثل لبلده وخليني اقول لك برضو يعني ده مهم جدا وانت اشتغلت على ده من اول يوم حاولت طبعاً. تعمل الفرق ده طبعا طيب احنا اتكلمنا كويس قوي عن النواحي الاداريه واتكلمنا كويس قوي عن التنظيم واتكلمنا عن تنظيم وافتتاح اسطوري ناس كلمت عنه يعني ليه بقى اسطوري هقول لحضرتك اولا الافتتاح تم التجهيز ليه بشكل قوي جدا بقى عندنا خبرات قوية جدا في هذا الموضوع مرة واثنين وثلاثة دي اللي أنا حضرت بيها الافتتاح ودي كانت أثرت الإعجاب في المقصورة وفي الجزء اللي يعني الإيه هي كرافات كاملة فرعوني ها أنا على فكرة أنا كان معايا كذا كرافات هعملهم يعني هنقي واحدة منهم أحضر بيها الافتتاح سبت كل الكرافتات وخدت الفرعوني وخدت دي قلبت الدنيا بس دي حقيقة طب خلينا بقى كرافات نروح للملعب إيه ده بقى؟ أول عرض كنا عاملينه لمنتخب الجمباز الإيقاعي اللي رايحين الأولمبيات إن شاء الله فريق جماعي ومعاهم حبيبة مرزوق ده حبيبة مرزوق بطلتنا والترند بتاعنا في مجال الجمباز
والعرض ده اللي أخرجه وجهزه المجموعة مجموعة المدربين بتوعنا بتوع المنتخب واشتغلوا عليه في أثناء المعسكر جنب شغلهم الأساسي. هي أدي حبيبة طبعا من البنات اللي بتنافس عندنا في الفردي, وده لبس فرعوني, ده لبس فرعوني مخصوص معمول لهم عشان الافتتاح, ودخل معاها, ودول الفريق الجماعي بتاعنا اللي ان شاء الله هتشوفوهم في باريس ان شاء الله باذن الله. باذن الله. ده كان العرض الاول. العرض الثاني, وطبعا الميوزك كلها هشام خرمة. الجمباز اوريدي في ميوزك طبعا, فاحنا جايب هشام, ودي تاني مره انا عمري ما كررت حاجه عملناها. بس نظرا لوجود هشام ونجاحه معانا, والراجل اي حاجه بطلبها بيعملها, غير دي بيغيرها, هنعيد توزيع الاغنيه دي هيعيدها, مش عاجباك يعني مش باخد حاجه من عنده تتزاع, لا احنا بنعمل حاجات بتايم معين بكل ده بتفاصيل جاهزه. يجي وراهم بقى منتخب الناشئين ايروبيك او او ابطال مصر اللي حازوا على المراكز الاولى للايروبيك في الفردي والزوجي والثلاثي والخماسي. البطوله بتاعتهم كانت انتهت قبل كاس العالم ب10 ايام. نعم. خدناهم عملوا الجمل وعملوا العروض وعمل عرضين على برضو ميوزك تانية لخرمة, وكان هو العرض التاني. العرض اللي وراه مجموعه الولاد اللي قاعدين لابسين اسود وابيض واحمر, الولاد صغيرين دول الخمسين الاوائل على مستوى الجمهوريه في بطوله الجمهوريه في مراحل 9 و10 و11 ولاد, يعني 150, و9 و10 و11 بنات 150 تانيين. فانت العرض فيه حوالي 500 شباب مصر من اول لاعبتنا الاولمبيه, وهو ده الرسالة. الاساس انا بنمي روح الانتماء بالملابس احنا اللي عاملينها, يعني حضرتك فريق الايروبيك لو بدانا كل حاجه احنا اللي عاملينها, كله هاند ميد, الافتتاح ده كله هاند ميد. طيب راي وبادي مصريه, راي حضرتك ايه, او راي مش راي حضرتك بقى, راي ال 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 الكبار المدعوين او كبار الحضور. هبدا لك من رئيس الاتحاد الدولي والسكرتير العام, واحنا قاعدين في العشاء اول كلمه بعد ازيك وعامل ايه, اول كلمه احنا عايزين مصر تستضيف كاس العالم وبطوله العالم للناشئين في 2025. الكلمتين دول انا قبل ما يعني انا دكتور اشرف كان بيرد, قبل ما يرد قلت له دكتور, يعني قال لي احنا موافقين, قلت له دكتور حضرتك ده شهر شغل تنفيذ, الكلمتين اللي قالهم دول شهر, احنا في اسبوع, يعني حضرتك لسه محتاج يومين 3 4 نوم انا عايز انام بس مش اكتر. فطبعا كانت ثقه كبيره جدا حضرتك كبيرة. كلمه ان هو يقول الجملتين دول, كاس العالم اللي جاي يعني معناها الدوره الجايه, يعني معناها اجتماع المكتب التنفيذي في اللي في الصين في شهر 5 اللي هنحدد فيه كاسات العالم. هم اوريدي كده ادى ابروفال من غير ما احنا نقدم, دي رقم واحد. رقم اتنين, بطوله العالم 25 في حوالي 6 أو 7 دول مقدمين لها, ورئيس الاتحاد الدولي كل اجتماع مكتب تنفيذي ما لاقيش الموضوع بيتعرض. فانا فاهم ان هو لا مش مثلا مش عاجبه الدول المقدمه, ولا هو مستنينا احنا, ما انا ما كنتش فاهم لدرجه ان انا فوجئت. يعني احنا المفروض انا عندي اجتماع يوم 26 في اوغندا بتاع مكتب تنفيذي الاتحاد الدولي, فيوم 26 ان شاء الله القادم, يعني كمان 5 ايام عاملينه في افريقيا المره دي. ف المصر ان الاثنين يقولوا الكلام ده بهذه الصوره, بقول لحضرتك بعد ازيك واول ما قعدنا اول كلمه اتقالت, عايز مصر تنظم, وسكرتير عام الاتحاد الدولي شغلته والكاركتر بتاعه ان هو ما يمدحش في حد, لان هو مش راجل سياسي, ده راجل موظف, فده شغلته ان هو يطلع ايه الاخطاء اللي عندك او ايه المشاكل اللي قدامه اللي هو شايفها. الراجل قال باللفظ كده اللي بيحصل في مصر من تنظيم واعداد للبطوله والاخراج بتاع البطوله بهذا الشكل مفيش دوله في العالم تعرف تعمله. لا ده لازم اطلع فاصل وابلع بقى ريقي ويعني اخد نفسي, كلام يفرح بصراحه زي المشاهدين. خلينا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا مع دكتور ايهاب امين رئيس الاتحاد المصري والافريقي وعضو مكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للجمباز, ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد, ومكملين حوارنا مع دكتور ايهاب امين رئيس الاتحاد المصري والافريقي للجمباز وايضا عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي. دكتور احنا فين من الجمباز؟ احنا اتكلمنا عن التنظيم ونجاح باهر وبشهاده كل المسؤولين الدوليين, شهاده رئيس الاتحاد الدولي نفسه, ولكن هنا احنا لازم نتكلم عن كوادرنا اللاعبين,
مكودرنا الاداريين ده النجاح الفني عشان نبقى ماشيين بالتوازي مع النجاح التنظيمي. تمام. عمر ما زي ما قلت في الاول ما فيش نجاح لفرد لوحده، ولازم النجاح يبقى من نجاح منظومه، وده اللي خلانا مهتمين جدا بالكوادر اللي عندنا في مصر. ويمكن حضرتك عارف كويس ان اتحاد الجمباز بيجذب جميع الكوادر وبيوفر لهم فرص تواجد ودعم كبير جدا. النهارده احنا في الاتحاد الدولي، نبداها بقى من فوق، في الاتحاد الدولي احنا 2 اعضاء مكتب تنفيذي، انا والاستاذه نهى عبد الوهاب رئيسة اللجنه الفنيه في الاتحاد الدولي للجمباز الايقاعي. ده حاجه ما حصلتش قبل كده. لجنه فنيه دي حاجه صعبه جدا جدا، وللايقاعي ان واحده مصريه افريقيه تبقى هي رئيسة اللجنه. خلي بالك يعني هو فرع الإيقاعي عنصري شوية، يعني الإيقاعي أو مجتمع سيدات بس وعنصريين شوية، فكان الموضوع كانت لازقة قدام المنافسة الروسية وما أدراك ما روسيا. فإن احنا النهاردة ناخد هذا المكان دي كانت حاجة صعبة جدا. تخش على اللجان، عندنا دكتورة نهاد زايد نائب رئيس اللجنة الفنية للجمباز الفني بنات. فإحنا النهاردة في الاتحاد الدولي عندنا 3 أماكن في تشكيلاته عمرها ما حصلت قبل كده. صحيح. يعني كان في نهى عضو بعد كده بقت نائب، انما مش اكتر من كده. لما انا دخلت رئيس الاتحاد الافريقي ان العدد يزيد، عضو مكتب تنفيذي. النهارده بنجهز دكتور محمد علي ان هو يخش ان شاء الله اللجنه الفنيه في الجمباز الفني رجال. على فكره الفني رجال وانسات هم اقوى فرعين. أيوة. يعني احنا عندنا بيسموه الكينج والكوين. فدول اقوى فرعين، ان انت تخش في الفرعين دول موضوع صعب قوي، عصب الجمباز العالمي. بالظبط كده، ده ماشي. دي الكوادر الاداريه. وانت تيجي مثلا على افريقيا، يعني مفيش واحد تقريبا موجود في مجلس الاداره واللجان اللي موجوده الا ما واخد منصب سواء عربي او افريقي او دولي. طب انت كل اللي موجود واخدين اماكن. انت ساعدت لي كده ليه؟ يعني انت كاتحاد اشتغلت. لازم تكبر الناس. اللي مش هيكبر الناس اللي حواليه مش هيكبر. ولو ما جبتش ناس معاك جامده بمعنى ناس كواليفايد، ناس عندها خبره، ناس او خلي الخبره هتتاخد مع الوقت، ناس بتحب اللعبه، ناس بتحب الرياضه، بتحب الشغل، عايزه تثبت نفسها. لو ما جبتش انا الناس دي من اول احطها. انما فكره ان انا اختار ناس ضعيفه حواليا عشان ابقى انا الجامد، النهايه بنشوفها كلنا. طب ليه احنا عندنا، خلينا نتكلم بكل امان، اغلب اتحاداتنا بيشتغلوا بالنظام اللي حضرتك قلت عليه، ان انا بجيب معايا ناس ثقافه غلط، وبيبقى خوف. لو انا مش واثق في نفسي مش هجيب ناس جامده. صح، برافو عليك. انا بقول لحضرتك انا لو لقيت حد اجمد مني هقول له تعالى اشتغل معايا، لو حد اجمد مني هقول له تعالى ليه ده انت الاتحاد، ما عنديش مشكله واشتغل معاه. ايه المشكله؟ دي ثقه. وعايز هدفك هو مصر، هو اسم مصر في الاخر، احنا بنمثل بلدنا. اللي مش فاهم الحته دي ما يخشش الموضوع العمل العام خالص طبعا، بالذات في الرياضه نهائي في اي حاجه. طب على مستوى اللاعبين طمني برضو، على مستوى اللاعبين احنا تصنيفاتنا كانت دايما ضعيفه جدا. يمكن ظهر في حياتنا او في خلال الفتره اللي فاتت بعض اللاعبين اللي قدروا يعملوا بعض النتائج العاليه، زي رؤوف عبد الكريم، وليد سعيد، محمد سيد سرور. يعني كان في كام لاعب ظهروا، بيظهر لعيبه ومعظمهم على اجهزه، يعني زي حسن القفز. نعم. الحلق وليد مثلا. النهارده انت عندك منظومه منتخب عددهم مش كبير، بس اللي طالع كبير قوي. برافو. يعني اللي فوق النهارده مش كبير، بس اللي طالع بالظبط، اللي طالع النهارده والتجهيزات اللي احنا عاملينها في خلال الاربع خمس سنين الجايين، الجمباز المصري هيبقى في حته ثانيه خالص. طب اشتغلت النهارده احنا في كاس العالم ده كان عندنا 5 بينافسوا، 5 داخلين ينافسوا. هيوصلوا فاينل ولا لا الله اعلم، ده توفيق بتاع ربنا. انما هم ان كومبيتيشن، ان كومبيتيشن. ويمكن يعني احمد اشرف احد ابطال منتخب مصر. على فكره احمد اشرف كان من اللعيبه اللي اتصاب من 3 سنين او من 2.5 سنين، اتصاب اصابه بالغه واتعمل له عمليه تغيير 3 اربطه في ركبته. يا خبر ابيض. وكل الناس قالت ده يعني ربنا يستر ويقدر يمشي على رجله تاني. صحتكم بس صعبه قوي. ما شاء الله ربنا كرمه، اتعملت العمليه على دكتور عظيم، دكتور عبد العزيز واحمد عبد العزيز، ورجع تاني يلعب جمباز. والنهارده بقى واحد من الناس. حضرتك بص منظر الجماهير قد ايه. حضرتك يعني احنا في ماتش كوره اهو، ولا وعارفين الاصول ان لازم مع المنافسه الناس كلها تسكت. بالظبط. يعني حاجه جميله جدا جدا بصراحه، منظر جميل. اللي ما حضرتش وتعلموا ثقافه التشجيع. نعم. في مصر
احنا اول بطوله كاس عالم الولاد كانت بتقع من كتر التشجيع والناس بتتفاعل. بص يعني الناس بتسقى. بص اول ما خلص الجمهور عمل ازاي. شفت حضرتك النطه الاخيره دي؟ دي طيرتهم الميداليه فعلا. والله كان هياخد ميداليه. لا ده فور شور ميداليه. النطه دي طيرته من تاني مش حتى مش من تالت. كان لازم ينزل ثابت الاول بس فرح بدري بس. انما فنان. بص حضرتك ده الجمباز. جانا عملت جانا برضو عامله جمله قويه جدا جدا واخده درجه عاليه قوي. الحماس والتشجيع اللي خدته خلتها يعني احنا بنسميها في الرياضه الادرينالين عالي شويه في الجسم فيعني الحركه جت زيادة. يمكن هتشوفها في الستارت. هي ما وقعتش حاجه جميله برضو خطوتين زياده منظر بالتحكيم بالبساط لا البطوله ما فيهاش غلطه الحمد لله أبدا. يعني ما فيهاش يعني كلها أبدا. حاجات مميزه يعني ده الستارت بتاعها. الله اكبر. ادي الخطوه ديت. ما شفناش المستوى ده خالص في مصر من سنين. لا ما كانش امانه الحركه دي اول لعيبه مصريه تعملها. انا بقول لحضرتك انا متابع وهنا بشوف كل حاجه. انا ما شفتش في مصر المستوى ده في الجمباز. كنت اشوفه في اوروبا. جانا هاني مشروع شايف حضرتك دي كان في كده ميداليه خلاص. لو دي ظبطت كانت ميداليه. دي ميداليه وفي الفينش برده عندها واحده كده ميداليه كانت تاخد اول ان شاء الله هتظبط في الاولمبياد ان شاء الله. ما تعرفش ربنا. جانا مشروع ميداليه اولمبيه. كم سنه جانا؟ جانا النهارده اولموست 19 سنه. الله اكبر. سنه اولى كليه صغيره معانا كتير يعني لسه ان شاء الله دورتين كمان اولمبيتين معانا. وبعدين وقتر. بص ما شاء الله وشها جميل. هي فيها نفس ضحكه محمد صلاح على فكره. ولو الكاميرا جت عليها دلوقتي هتشوف نفس الضحكه الجميله. بس طبعا دي على جميل طبعا دي يعني يعني فراشات الجمباز. الله اكبر ما شاء الله. بص الضحكه دي هي دي اللي انا بقولها. الله اكبر. وهي في في في, في المستوى المحلي بتلعب فين جانا مثلا؟ في نادي الصيد. نادي الصيد. بس طبعا احنا لعيبه المنتخب ما حدش بيروح النادي. طبعا المنتخب دلوقتي المنتخب مغلق عليه تماما في المركز الاولمبي. في وعمر العربي معانا في الاهلي مش عارفين نجيبه حتى نستضيفه هنا. لا مفيش وقت. مش عارفين على فكره عمر العربي مشروع ميداليه اولمبيه يا رب. عمر احنا قاعدين بنزود له في الجمل وفي الحركات الصعبه. يعني البطوله دي كل الحركات اللي هو دخل بيها والجمل اللي نزل بيها ما اتعملتش في مصر قبل كده. فهو محتاج. هي الموضوع محتاج بس خبره ووقت. بس اعمارهم صغيره يا دكتور يعني. طبعا النهارده اللعيبه حضرتك جهاز زي حصان حلق متوسط سن الناس اللي كانت بتلعب عليه 42 سنه. يا نهار ابيض. فحضرتك من واحد عنده 22 سنه او 23 سنه لسه بدري قوي. لان مفيش حد طلع عمله ريبليس يعني. حتى لاعب الاردن يعني ده كان في المنتخب اللي ورايا على طول. هو مازال لحد النهارده بيلعب حصان حلق بس. لان يعني قصدك ان الاعمار احنا النهارده بادئين من بدري قوي. بالظبط. لسه عندنا 20 سنه 15 سنه معانا وقت ومعانا وعندي وعندنا النهارده الصف الثاني الناشئين. انا عندي اول ميداليه بطوله عالم يحيى زكريا جابها في بطوله الناشئين في بطوله العالم. معناها ان اللي طالع مظبوط. طالع راكب. راكب في سنه. بالظبط. راكب في سنه. يعني اسمح لي انا قيم. اتفضل. النهارده اتحاد الجمباز نجح اداريا بشكل كبير في استضافه البطولات وتنظيمها وينال ثقه الهيئات. لا احنا هقول لحضرتك حاجه. احنا عملنا نموذج للاتحاد الدولي في تنظيم البطولات. وعلى فكره الكلام ده انا مش بقوله انا جالي ايميل النهارده لو تحب حضرتك تعرضه. مطلوب من الاتحاد الدولي الاوفيس بتاع الاتحاد الدولي طلب اجتماع كمان 10 ايام علشان يناقشوا حاجات وتفاصيل اتعملت في كاس العالم عشان تبقى ستاندرد. بالظبط. اسمح لي احييك يا دكتور. انا بحب يا فندم حضرتك ما تحييش. حضرتك حي المنظومه. برافو عليك. صح. اللي انا موجود وسطها. بس خليني اقول لك ان الكلام ده انا ببقى سعيد بليه. حضرتك شفت الميديا كده. حضرتك شفت الميديا بتاعت الاتحاد. شفت الشغل ده مين اللي عامله؟ لعيبه جمباز ابطال جمباز رنا وهايا الاثنين خريجي اعلام. تعالوا اشتغلوا معانا في الاتحاد. انتوا بتدوروا على شغل بره ليه؟ تعالوا. هم ابطال جمباز ففاهمين هيعملوا ايه. اختيار الشخص او الامكانيات الملائمه لمنصب معين هو ده اساس النجاح. ولازم يبقى هو حابب طبعا. على فكره انا ما بروحش لحد اقول له تعالى. لو الشخص مش جاي يقول لي انا. اي حد بيجي يقول لي انا عايز ابقى معاك باخده. لان ده ما وصل لحد عندك
وجاي بيقول لك يبقى ده لا ده عايز عنده عنده الويلنج. تعال بقى تعال خش معانا تعال وشمر واشتغل. انما اللي قاعد يقول لك انا ما حدش كلمني خليك زي ما انت لحد ما حد يجي. طب هسألك سؤال صعب بقى. اتفضل. بتحلم بايه؟ ايوه النفس بقى والتنهيده. هقول لك حاجه، انا نفسي في اتحاد الجمباز ده يبقى فيه مجمع صالات تدريب ومنافسات من الدوله، ودي امنيه حياتي وحلم، وده لو اتعمل محدش هيقدر يقف قدام الجمباز المصري لمئة سنه قدام. شايف الحلم ده صعب يتحقق ولا سهل؟ امنيه حياتي انه يتحقق. طب انت شايفه سهل يتحقق ولا صعب في بلدنا؟ اه انا نفسي اقابل رئيس الجمهوريه والله. والله والله يتعمق. خلي بالك مش مكلف. مش مكلف. مش مكلف. اه بس وحاجه اصول للدوله. طب وهو بس هتستوعب حضرتك احنا طب ده احنا معانا امكانيات النهارده. طب رحت بس امكانياتنا صغيره قوي بالنسبه اللي احنا نقدر نحققه. يعني احنا صاله المركز الاولمبي كلها على بعض مثلا ما تكملش 800 متر. انا بكلمك مثلا اقل اصغر صاله تدريب للمنتخبات الكبيره 4000 متر. كبيره قوي كبيره. فانا بلعب في علبه. اه ده عايز حاجه بقى اللي انت بتشوفها بره حاجه كومبلكس كامل. آه. في ده وده 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 بيدخل انكم وهيدخل لك عمله صعبه لان الدول بره هتسافر تيجي لحد عندك تدفع وحضرتك قادر انت تديره بشكل. احنا البطوله دي عملة. البطوله دي مدخله حوالي 750 الف يورو دخلوا الدوله. اه صرفناهم طبعا. آه طبعا بس بس لو اتصرفوا جوه ده لا اتصرفوا جوه ده اتصرفوا جوه هم جم واتصرفوا جوه بالظبط. وغير كده كمان حتى لو انت ما كسبتش دولار واحد منها بالزبط. بس العجله اشتغلت. العجله اشتغلت. اه انت جبت ووديت جبت ووديت. 3000 اشتغلت 3180 اوضه ليله. 3180 اوضه. ده غير الناس اللي جت بدري شويه تعمل معسكرات. طبعا انا جالي طلبات معسكرات، في ناس راحت نادي نادي، في راحت ناس راحت نادي الجزيره، بعد كده قلنا ستوب مش قادر اوفر لهم ملاعب تاني. انما في بطولات العالم التاني الناس بتيجي تقعد شهر قبل البطوله. يعني الناس الدول اللي موجوده مثلا في قاره في قاره استراليا او في قاره الامريكتين عندهم. هل الكومبلكس ده ممكن يتعمل في العاصمه الاداريه الجديده؟ يا ريت يا ريت. ده لو اتعمل هيبقى مصنع انتاج ابطال من لكل مصر بساعتها بقى بكل حاجه. حضرتك حاجه مخصوصه للجمباز مش صاله بنلعب فيها. بالظبط. اجيب الاجهزه احطها. انت عايز صاله مجهزه من فروم سكراتش ولا بتتشال ولا بتتحط. يبقى الاجهزه افتح هنور نور. هتوفر فرص تدريب للعيبه للابطال بتوع مصر. هتوفر فرص عمل للمدربين المنتخبات. مش محتاج اسافر بقى خلاص. هتعزلهم عن المهاترات اللي موجوده اللي بيقابلوها في اليوم. بقى تركيزه كله للمكان. النهارده المنتخبات عندنا سر النجاح ان انا موفر الهدوء والاستقرار للجهاز الفني ان هو يشتغل في التدريب بس. طب يعني الحلم ده ان شاء الله انت قدها. يعني ابتدي اشتغل، ابتدي شوف، ابتدي دور، ابتدي شوف. يعني زي ما انت نجحت تفرش سلطين في مصر ببروتوكول مع اكبر شركه لاجهزه الجمباز في العالم، شركه صينيه، فالنهارده انت تقدر برضو تشوف الاتحاد الدولي ممكن يبقى له. يعني قصدي اقول يبقى في مساهمين. كل الدعم للفرش الاجهزه والصالات والشركات والكلام ده كل ده انا اقدر اعمله. انت عايز المكان انشاء هذا المكان صرح من اوض لبس. لانه هو في الاول وفي الاخر هو اسيتس بالظبط. وفي نفس الوقت هو مش مكانه يعني انت مش بتبني مبنى. لا لا ده ليه هدف. ايوه لا انت بتجيب ستاندرد عالمي زي ما عملنا مجمع دكتور حسن مصطفى. بالظبط. مجمع دكتور حسن مصطفى اتبنى من الاول صاله يد. بالظبط. وتستضيف اكبر الاحداث. لو اتعمل ده للجمباز وفرصة ان احنا بنجهز الاولمبيات. احنا ممكن نعم. المجمع ده هو اللي يشيل منافسات بطولات الجمباز في الاولمبيات كلها. نعم. هو اللي يبقى جاهز لكل حاجة. وده حلم مش صعب. انا شايف ان الدولة في وقت يعني في الظروف دي والبنية التحتية الرياضية اللي اتعملت اتصور ان حاجة زي كده ان شاء الله ممكن تتعمل. طيب يا رب. ده حلم كبير. ده الحلم الكبير. وانا اشارك. لا ماليش احلام تانية. لو ده اتعمل فعلا خلاص. لو ده اتعمل بعد افتتاحه هقول يا جماعة انا تمام. والله بجد انا خلاص حد غيري. يعني حتى امانيك وطموحاتك هي للدوله هي للبلدك. لا ماليش حاجه. بص ماليش حاجه ليا الشخصي. انا نفسي اشوف ميداليه. على الرغم ان من 4 سنين انا بالنسبه لي كان موضوع الميداليه ده نفسي فيه بس بعيد بعيد قوي. انا عملت حوار معاك
يا دكتور من حوالي سنه. قلت لي لا ميدالي عايزه شغل، عايزه شغل كتير. قلت له كنت صريح معايا النهارده، انا شايف في عينيك انه لا بنقرب، قربنا، صدقت انه بدات تصدق، قربنا كتير. والولاد لا بص، عندنا رجاله الشباب بتوعنا احنا لعبه الجمباز او لعيبه الجمباز النهارده صعبه، بيتمرنوا 8 ل 10 ساعات في اليوم. وبحب انا جايب لهم خبير اوكراني لسه جايبينه بقالنا 6 شهور او 7 شهور يدينا التكتين الزياده، يعني مش هو مش جاي عشان يمرن على قد ما انا عايز الجهاز الفني ياخد الخبرات بتاعته منه. الراجل ده يعني عايز اقول لحضرتك ما بيبتسمش، عارفش راجل كشري، راجل كشري وعلى طول ضاغط على، واللي اتاخر عنده ثانيه قلب الدنيا على طول. بخش دايما بالظبط، بس على طول لازم تهندل بينهم وبين بعض، يعني تهدي الامور طبعًا لان الموضوع صعب. وبيقف للعيبه انتوا عايزين تبقوا ابطال وتجيبوا ميداليه، مش بالدلع، بس ولا احنا محتاجين واحد زي ده بالظبط، احنا محتاجين، بس محتاج ناس من إيه؟ عندك برضو يبقى عاملين كنترول، تتقبل ده. لان على فكره انا الراجل ده قعدت اتفاوض معاه سنه ونص عشان يجي مصر، والله عرضت عليه قلت له حط الرقم اللي انت عايزه، برضه لا. في الاخر يعني مش جايبه بملايين، يعني خليني جايبه ب 5000 يورو. خلينا احكي قصه قدر الساده المشاهدين. فضل. اول لقاء كان دعينا فيه طبعا دكتور ايهاب عشان ينورنا، ما جاش. ده كان كاس عالم. طب معلش بقى، والله زي ما بقول لكم كده يا جماعه، ما جاش. احنا طلعنا هوا واعلنا ان الدكتور ايهاب امين معانا وما جاش، بس بعد اذنك يا دكتور قول لنا ما جتش ليه. انا اليوم ده يعني كنا في كاس عالم، الكلام ده كان من 3 سنين. أيوة. صح. وكنت برضو بقالي مثلا اسبوعين ثلاثه ما بنامش، فقمت متسحب كده وطالع على اوضتي، قلت كنت عامل حسابك تيجي وكل حاجه، هنام ساعتين قبل ما اجي الحلقه واصحى واجي الحلقه. نمت محدش عارف انا فين، وراحت عليا نومه، وانا قايم من النوم لقيت تليفوني ده بينفجر، وقعدت اتصل بيك اعتذر يومها. لا اعتذار والله بجد، لا ده احنا بس وقعت يومها، كنت هموت، كنت ميت فعلا يعني. بص ده بيتك، وطبعا يعني حبيب. انا عايز اقول ان حضرتك خصتنا بهذا اللقاء بعد كاس العالم، واحنا بنشكر حضرتك بده، ربنا يخليك. وده احنا يا رب دايما نكون عند حسن ثقتك، وان احنا دايما نبرز الشغل. انا ليه هنا جاي هنا مخصوص؟ قول لي. طيب الحديث هنا حديث بناء، بنتكلم في تفاصيل تهم الرياضه المصريه، تهم المشاهد ان هو يسمعها. القعده مش بتبقى ازاي حضرتك وعملتوا ايه. انا يمكن في اول ما بدات في الاتحاد كنت بجري في القنوات علشان طبعا اشهر الجمباز طبعا. بعديها بفتره امتنعت ان انا اطلع خالص، يعني بدات رجعت خالص، ويمكن دلوقتي انا يمكن دي حتى صحيح. الحلقه الوحيده صحيح. اللي هطلعها صحيح. فانا شرف ليا ان انا موجود في القلعه الحمراء، بيت الرياضه المصريه او واحده من اكبر بيوت الرياضه المصريه. بشكركم على الاهتمام الكبير والمتابعه الكبيره لرياضه الجمباز، وان شاء الله باذن الله احنا وصلنا النهارده 45000. اخر الحلقه بتاعت السنه اللي فاتت كنا 30، اللي قبلها كنا 25 كنت فرحان جدا، قبلها كنا 10، النهارده بقينا 45. السنه الجايه حاجه اقعد مع حضرتك اقول لك ان احنا عدينا ل 65 70000. قاعده كل ما بيزيد كل ما الشكل الهرمي بينتظم، فرص شغل صحيح. وفرص اكاديميات خاصه بتفتح. ربنا يكرمك يا رب ان شاء الله خير يعني. طيب قبل يعني ما ننهي اللقاء، عايز اعرف دلوقتي اخبار اولمبياتنا، مين اللي ممكن يتاهل الاولمبيات؟ المشوار اللي فاضل 3 كؤوس عالم فاضله، مين اللي من رؤيه حضرتك ممكن كام لاعب؟ مش هنقول اسامي لا طبعا، احنا ان شاء الله باذن الله البعثه المصريه هيبقى فيها عدد حوالي 9. اتمنى التوفيق لكل الولاد. الرجال قدامنا فرص من الفردي العام او من فردي الاجهزه، سواء للعربي المنتصر احمد اشرف، دول عندهم فرصه لتقى. عندهم فرصه للتاهل، سواء من الفردي العام عمر ومنتصر من خلال افريقيا. الباقي عندهم فرص في الفردي العام، عندهم لعبه بكره على فكره ما شاء الله. البنات جنى هيني عندها فرصه كبيره، جنى عادل عندها فرصه كبيره، نانسي اتصابت ربنا يشفيها يعني وعندنا رحله علاج معاها. جودي من الابطال الجداد، بنوته صغيره لسه اول سنه بتلعب سينيور، يعني مستقبل كبير جدا. الايقاعي فريق جماعي ان شاء الله اعتبره تاهل ما شاء الله، لان هو اول افريقيا بلا منازع. عندنا لاعيبه او اثنين في الايقاعي ممكن بينافسوا ان هم منهم حبيبه للاولمبيات. الترامبولين المنافسه صعبه قوي، لان واحد بس من افريقيا اللي هيروح، يا ولد يا بنت كمان. في كوتا كده صعب ان احنا نشرحها، بس هو واحد بس واحد. والمنافسه تقيله، بس هو في الاخر هيتقارن نتائج البنات بنتائج الرجال. فدي بس دي صعبه شويه، صعبه شويه، صعبه دي صعبه شويه.
فلا ان شاء الله باذن الله هنبقى موجودين في الاولمبياد بحوالي 7 أو 8 أفراد. اتمنى ان احنا نقدر نوصل بلعيبه تنافس هناك يعني في الفاينلز. يعني مثلا عمر لو سافر هينافس، احمد اشرف لو سافر هينافس، منتصر لو سافر هينافس. ربنا يوفقهم كلهم، احنا بنعمل كل اللي علينا. وزي ما قلت ممكن لاعب ما يجيبش نتيجه النهارده هو عدم توفيق، انما مش مستوى مش وحش. ايه يا دكتور؟ انا حاطط محددات للمنتخبات. طب ايه يا دكتور؟ اللي مش هيوصل للمستوى ده والرقم ده شكرا. مش هيخش كاس عالم او بطوله عالم. لا انا عايز اروح بكواليتي معينه. بالظبط بالظبط. طيب ايه يا دكتور التجربه اللي حضرتك نفسك تتعمم على الرياضه المصريه؟ يعني حضرتك جربتها وشفت نجاحها في برشامه صغيره كده، عايز يعني الجمباز. الرياضه في السن الصغير لازم يبقى دي ثقافه الدوله. لازم الجمباز في سن 3 أو 4 سنين مصر كلها يتمرنوا حركات جمباز. مش بدري 3 أو 4 سنين؟ لا يا فندم، دي البدايه. وهقول لحضرتك تعقيبا على كلامي، لو بدانا كده لحد 6 7 سنين 8 سنين، بعد كده توزعوا على باقي الالعاب. انا مش بتكلم شغل احترافي. يخدم الجمباز ده، يخدم صحه الولاد، يخدم نمو الولاد، يخدم عضلاتهم، يخدم الرشاق، يخدم كل حاجه. يلعب انا الغطس، الجمباز بيلعبوا غطس. بالظبط على طول. لعيبه الكوره بتلعب جمباز في الجمباز. الاول لو بره مرونه وقوه في اي حته في العالم من 4 لحد 8 سنين بيلعبوا جمباز بس، بعد كده يبداوا يتوزعوا. في اليابان، ودي قالها مستر موريناري وتنابي للوزير واحنا في العشاء، او دي حاجه كانت بالنسبه لي اول مره اسمعها، لان اليابان في الجمباز هو الوزير ساله قال له انتوا فارقين عن الناس. قال له احنا عندنا اللي بيقدم للمدرسه اللي هي الكي جي، حضانه، قبل ما يقدم لازم يجيب شهاده ان هو اتمرن جمباز، للطفل اللي عنده 3 4 سنين ان هو اتمرن جمباز ومعاه شهاده ان هو اتمرن جمباز قبل ما يقدم في المدارس الحكوميه. عشان كده لازم يكون كده يا دكتور. طبعا دكتور انا بشكرك، نورتني. انا اللي بشكر حضرتك وبشكر الساده المشاهدين جميعا وعلى الحلقه الجميله، واتمنى ان انا اكون شرحت ووضحت الامور في الجمباز. وان شاء الله الجمباز المصري قادم، وان شاء الله اللي جاي افضل، وان شاء الله نشوف كوادر من مصر تاخد مناصب اعلى مني بكتير ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا حبيبي. رئيس الجمباز المصري، رئيس اتحاد الجمباز المصري والافريقي وعضو المكتب التنفيذي، نورتني واشكرك. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا. اعزائي المشاهدين، يعني احنا جبنا الجمباز المصري كله النهارده في حوار يعني امتد يمكن قرابه ساعه. شفنا الجهد المبذول من رجال مصر ونسائها المخلصين، الحقيقه هدفهم هو وضع رياضه الجمباز في المقدمه، والحمد لله النتائج تتحدث. ونتمنى ان كل الاتحادات تغش من الاتحادات الناجحه ايه اللي بيحصل، بحيث ان في الاخر مصر تكون في مكانتها التي تستحقها. بشكركم شكرا جزيلا، حسن المتابعه، والى حلقه جديده مع الابطال.